سبحان الله، لما كنت بعدي من قدام مزرعة من دول كنت بحسد أصحابي. عمري ما كنت متخيل إني ممكن أبقى محبوس في واحدة فيهم أموت وأهرب. طب تعالى كل، مش أنت جعان؟ ماليش نفس. بقولك إيه؟ هو أبوكي قصدي الضبع ممكن يأذي إنصاف عيالها؟ أصل هو فاكر دلوقتي إن أنا اللي خاطفك. أنت بتحبها؟ مين؟ إنصاف؟ أنا معرفش عن إيه حب يا أستاذة، بس هي كانت دايما تسألني كنت بحبها ولا لأ، كنت بسكت. مش يمكن يكون هو ده الحب وأنت مش عارف؟ هو أنت حمزة ولا يوسف؟ معرفش، بس اللي عارفه إن أنا لازم أمشي من هنا. يعني هترجع للضبع بعد ما شعلان كان هيضربك بالنار؟ عشان كده لازم أرجع. وبيني وبينك أنا قلقان أوي على إنصاف. أنا حتى حلمت بيها امبارح. مالك يا أستاذ؟ يا بختك ليك أهل وناس بتوحشهم وبيوحشوك، بتخاف عليهم وبيخافوا عليك. وانت لما عاوزة مالكيش حد تاني غير الضبع؟ أنا تعودت على الوحدة خلاص، مصاحباني ومصاحباها من لما كنت صغيرة، وفي موقف زي اللي احنا فيه دلوقتي برجع أحس إن أنا مقطوعة من الشجرة. هي بس جدتي هي اللي فضلالي من ريحة أمي، حتى دي بعيدة لا عارفة أشوفها ولا أبقى جنبها. بقولك إيه؟ تعال فرجك على حاجة. تعال يا أستاذة. في إيه؟ تعال تعال تعال. ها هنا تعال. عايزة أكلهم. عايز تأكليها؟ آه استنى مسكي. ما بتعضش صح؟ هوريك إزاي؟ استنى هتاكل. عايزة تاني أكل التاني. مسكي كلي دي الأول. استنى دي مش عايزة. هتيجي تعال 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 على بيتي. عمرك ركبت خيل قبل كده؟ اه بركب. بجد؟ اه. مفيش فايدة. حمزة ابن صقر مش ابن الضبع، معرفش يعني ايه وساخته، وده من سوء حظه هو وحسن حظي انا. طب ده حلو لينا يا رضوان باشا. اكيد. نعم. فكرك نايم ما حبيتش اضايقك. لا يا سيدي مش متضايق. عمر رضوان باشا عايزك على التليفون. معاك يا باشا. يا باشا. امتى؟ ادي يا وصال. ايه ده؟ في ايه؟ في مصيبه على دماغك ودماغي روكي. في ايه؟ فهمني. الضبع مد ايده على انصاف ودي على حقن ماكس. ايه اللي انت بتقوله ده؟ زي ما بقول. طب وانا ذنبي ايه؟ ذنبك انك بنته وان انت اللي واقفه قدامي انا دلوقتي. انت اتجننت؟ انت عارف ان الضبع مش ابويا وانه مجرم؟ يعني عامل فيك زي ما عمل فيهم واوسخ. طب
طب اهدى بس وفهمني مين اللي قال لك الكلام ده. اللي قال لك ده في ايه؟ ممكن يكون اللي قال لك بيكذب عليك. ويكذب عليا ليه؟ رضوان هيكذب ليه؟ طب اهدى بس، اهدى وخلينا نفهم هنعمل ايه. ذنبها ايه انصاف؟ ذنبها ايه وعيالها تعملوا فيها كده؟ حرام عليكم. ذنبهم انهم عايشين معاك وان انت اللي اخترت السكه دي. بس السكه الوسخه دي انا رميتك قدامي وجابتني هنا، وفي الاخر هي اللي بتدفع الثمن. ليه؟ أيوة يا دم باشا، الحضبت حصل يا فندم. لسه بيتخانق. كويس أوي، خليك متابع وأنا هكلمك تاني. بيتخانقوا؟ يضربوا بعض. خذي من وشي. ميتين خالص. ايه ده؟ دلوقتي حسن مفرفر على الاخر. ايه الدم ده؟ تنصف شكلها حصل لها حاجه خطره، مش علان. إيه انت قلبك رقه ولا ايه يا لوحه؟ طب افكهم طيب. طيب فكهم، فك يلا الواد ده. انصاف بنت انصاف. فوقي هتروحوا خلاص. صحيح يا اخويا. حسن يا حبيبي. اصحى يا ابني. مؤمن يلا حبيبي هنروح. يلا يلا هتفوق يا واد وانشف كده. يلا فوق. يلا يا حما. اه يا حبيبي هنروح. تعال يا ابني. انت كويس ياض؟ بطني بتوجعني قوي يا اما. ما تسترجل ياض وتفوق وتنشف كده. سلامتك يا حبيبي سلامتك. اسمع انصاف، معلم بعت لكم الحقنتين دول. الواد حسن لما يفوق جسمه هيجي عليه، هتلاقيه بياكل نفسه وبيسد التراب او بيسف التراب. الحونتين دول هيصدوا التراب وما ياكلش نفسه.